فكرني أبلى خبطي لم يتنزيل بالصلاة على النبي ثم تسلمي بعدها إن بعدها لفة الترحيب ولا حسين الضيوف الليل فالحفلة وكل من قصتها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لحس بروق وعد ما حلحر وعدها عد ما لحس بروق وعد ما حلحر وعدها يا هلا بالليل فهم يشفي روح العنينة يا وجوه نورها كالشمس ناجدي كبدها اسم ام العال اسم محمد الدراحب الجزيلة مرحبا بضيوفنا بالليل فالحفل وقصدها ام مفلح بنت الكرام الكريمة الاصيلة الزيون اوصافها وما نحصيها في عددها ام مفلح عطاها مثلها الدلى النخيلة والخير ما كفت عن المحل الله يا أم مفلح عطاها مثلها الدنى النخيلة العصا والخير ما كفت عن المحتاج فيها آل الطير وصفهم نادر ما نلقى مثيلة إنهم شمس المظالم انت من تبسي كبدها ألف مبروك للمعارس ليلة من ألف ليلة ليلة فيها سعادة ويسعد الكل بسعدها والجهاني لمحمد صدها شعر وشيلة يا سليل أهل المراجب وانت يا محمد سندها أرحك الليل محمد يشتي الروح العليلة يا السنافي المضفر بالجزال ونعتمدها والله يبارك لمحمد فرحة العمر الجزيلة العريب اللي فعول الطيب ينصى ويردها انتو اهل الطيب والنوم اسبس يفن سقيلة من زحون الطيبين الساس وما تخلف وعدها اهل الطير الساسكم والنعم فيكم من قبيلة اهل عز واهل طالة والمكارم هم عبدها والختام اهلا ومرحبا لما غرق وخيلة والصلاة على النبي ثم تسلمي بعدها والصلاة على النبي ثم تسلمي بعدها 737